حسبي الله ونعم الوكيل، ما أقول غير شيء، حسبي الله ونعم الوكيل على قتل ابني وحرمني منه. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا جد بنتظرته، حتى جد قايلت لأنه حتجيب ولدي إن شاء الله. بس ليش قتله؟ ليش؟ ليش وده يشوفه ده يسعف ولابس أبيض؟ ليش قتلته؟ شنو ذنبه قتلته؟ شنو سواه؟ شنو جره؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أحكي لك من قلبي، ما أحكي لك من لساني. اسمي نصرة زيدان عودة، والدة الشهيد أحمد هيثم سعيد، اللي قبل استشهد والده بعز الطائفية بال2007، وهو صغير وأنا ربيته يتيم الأب. فصارت هاي الأحداث وراح من بدايتها. حاولت أن أراجع ما قبل، قال يوم أوفيني أنا لازم دولي أخوتي أساعدهم، وراح على مود وطن، راح على مود وطن مو على أي شيء. وطن هو غيرته، أخذته الوطنة والبلدة، وحب يروح. ظليت أحاول إنه أرجعه ما قبل، وما أعرف يتغطى بالليل، يأكل يشرب، ما أعرف ينام ما ينام، يصبح نايم على القاع، ما أعرف بيه، ما أدري بيه. أنا مريم هيثم سعيد، أختي الشهيد أحمد هيثم سعيد. استشهاده 21/10/2019، ولادته 21/10 مواليد 95 1995. أني أخته كنت وياه، أنا مواليد 2003، يعني مقارب عمره تقريبا 5 سنوات أو أكثر. أنا كنت قلبي على قلبه، يموت علي، أنا صغيرة طبعا، يعني 3/4 عمري عشت وياه. ليش استشهد؟ ليش قتلوه؟ ما أني أخته عندي أهل، هو رايح سهل التحرير بوقت صعيب، من 1/10 لحد 21/11 هو يباشر بالتحرير، وموجود 24 ساعة بالتحرير. وزين ليش؟ ليش خلوا العائلة كلها تتبشر على مود إنسان ضاع من عندهم؟ ليش؟ أنا اسمي سحر، جيرانة بيت أحمد الشهيد، أتردد عندهم دائما أشوفه بالسوق أحكي وياه. هو من نوع ولد خلوق حباب، بس أنا ما أعرف كان يروح للتحرير. فديوم أمه قالت ابني ماكو، أنا رحت للسوق ما خليت مكان اللي ما دورته بالسوق. حتى سألت أخويا عماد، قلت له ما شفته لأحمد؟ إحنا صح لأحمد شاكوش، ما شفته؟ قال لا ما شفته. قلت له شلون؟ خطيه مو امه قلبها مثل النار عليه، وانا اروح القي؟ قال هذا تلقيه بالتحرير راح. قلت له والله ما ادري ما اعرف، هسه اقولها لامه. رجعت ثاني يوم، ثالث يوم انا رحت للتحرير، بس هم ما شفته، دورت عليه ما شفته. عاد انا طبيت التحرير بس ابكي، بس ابكي على من ابكي، ما اعرف على وطني الضايع.
لانه احنا بالدول ما معترف بينا. تقول له انا عراقي يهينك، وين كان العراقي مرفوع راس؟ هسه العراقي مهيون. احمد راح يريد وطن، احنا كنا نريد وطن، وطن يلمنا. فمو على طول يعني يجينا، دائما اني اتصل بيه اقول له ها احمد، يقول يوم اني زين كل شيء ما بيه، لا تخافين علي، اني دا اكل دا اشرب كل شيء ماكو. فهو من جاء يوم الثلاثاء الى جاي ان جاء خسل وزين وشاف جماعته واصدقائه، ومن ضمنهم اخته الصغيره حكى وياها، شاقه وياها وحكى وسولف وضحك. وحاولت انه ارجع، حتى اخوه الكبير قال لي يوم روحي جيبيه خلي يرجع، ما قبل يرجع، شكت عدة وسائل ما قبل يرجع. احمد راد وطن، مو راد كل شيء، كل شيء ما راد، راد وطن، راد حياة حلوة يعيشها كريمة بهذا الوطن. جتي امه قلت لها ها لقيتي لأحمد؟ قالت الحمد لله والشكر لقيته. قلت لها الحمد لله والشكر. ورا يومين يعني ثلاثة استشهد، أنا ما أعرف، رحت للسوق هيك ضايعة، قلت يقول راح أجيب صمون. كان أخويا قال لي سحر مستشهد شاكوش، أحمد شاكوش، ما تعرف إيش صار بيه. قمت أبكي 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 أبكي، رجعت للبيت أبكي، أقول أحمد شاكوش مات، مات أحمد شاكوش. قال لي قالوا لي ليش هو شي سمعت؟ قلت له هذا قرايبي، هذا قرايبي، هذا عزم الروحي. اضطر حكيتها عيط وابكي لحد ما وصلت لهنا، لحد ما وصلت لهنا. يعني هو من راح للتحرير احنا ما كنا متوقعين انه هو رايح للتحرير، متوقعين احنا من عنده انه هو رايح للسوق، متوقعين منه انه هو قاعد ويا اصدقائه، متوقعين منه انه هو قاعد يضحك قاعد يشاقه. ومع العلم هو مستشهد الان ولسات اضحكته باذني. قبل لا يطلع الثلاثاء جاني سباح بدل، سباح وبدل، وقال لي مريم آخر كلمة لك شنو؟ قلت له شنو أحمد شبيك؟ قال لي ايش تريدين؟ انا رايح. قلت له وين رايح؟ وين تريد تروح؟ قال لي انا مو قلت لك انا رايح للتحرير وانت تدرين انه انا رايح للتحرير، بس هسه انا راح اقول لك انه انا رايح للتحرير. أبوي خسرته ب 2007، أنا جيت مواليد 2003، كان عمري 5 سنوات، فقدته بالسوق مال العظمية. بعدين مشيت حياتي ويا أهلي ويا أخويا وأخويا الأصغر، لأن أنا كنت شوية أقرب من عنده من مصطفى أخويا الكبير. إجت فترة راحت فترة، أحمد ما شفناه إلا ما توقعنا إنه هو بساحة التحرير. خبرنا أصدقائه، يابا أحمد وين؟ احمد وين؟ احمد بساحة التحرير. مرات يقولون يكذبون علينا يقولون انه هو ويانا، يعني ويا اصدقائه وياهم، بس احنا مصدقين انه باصدقائه انه هو وياهم.
بعدين خلال فترة مشت فترة جتي شهر 11 نص 11 هاي أحمد إجا. أحمد كان مختفي. أحمد إجا رأسا ثلاثة كان يجي يسبح ويبدل ويكمل وشاف الأوضاع مال الوضع مال بيتنا. قال حبقى يوم عندكم ويوم الثاني أنا رايح. حبقى يوم عندكم وأنا يوم الثاني رايح. أحمد وين حتروح؟ أحمد حيروح للتحرير. ليش أحمد تريد تروح للتحرير؟ أنا رايد وطن. ليش تريد وطن؟ يعني أنا ما عندي عائلة، أنا ما عندي أسرة، أنا شو وقت أكون أسرتي غير بوطني؟ لأنه الوطن يجمع كل شيء، والأسرة تكون من الوطن، يكون أسرة، تكون بيت. ها هي هاي كملت هاي العائلة. إجا بدل وخسل وزين وحلق وسبح، بين نايم بين قاعد قال لا تأخرت أنا على جماعتي. كان أخوه نايم هنا على القنفة، قال له إذا تطلع أقصصها رجليناتك. أخوه غفى وهو صعد فوق بالغرفة نام على القريولة مالتي. كان يقول يا أخرت الوقت أخذني، شغل ما قعدتني، جماعتي سينتظروني. هسه شوف الصار هناك، قلت يلا دي صلي ابني على النبي دي صلي، كل شي ماكو شي اكو. ايه اقول لا مو انتي ما تعرفين. احمد قال انتي يوم ما تعرفين شي يصير هناك، وسكت. بعدين قال للاخت الصغيرة، قالها شوفي لي مصطفى نايم. جتي نزلت من فوق شافت اخ، قالت لقيني نايم مصطفى، هو شال الجنطة عندي بالكونة بالغرفة، شمر الجنطة من البالكونة وخلى بسكوت وانهزم وراح. نجي يوم الأربعاء راح الثلاثة، أحمد راح، أخويا كان نايم. قال للأحمد، قال له ما تروح أأذيك. أحمد نام. قعد الساعة بالخمسة ونص قعد أحمد هاي الثلاثة. فكان يقول لهم، قال أنا صعدت دا أبا أحمد، أحمد نايم. قلت أقول أقعد، أقول خطية خليه نايم، تعبان جاي تعبان. هاي مشيت هالأمر وإنه خليته نايم أخويا. جتي أمي الوالدة الله يحفظها، إنه صعدت عادي الغرفة، قالت له أحمد، فز أحمد من النوم. أحمد شبيك؟ شوف الزيت يوم، ليش عفتيني نايم؟ شلون قعدتيني؟ بس المشكلة إنه ماما ما درت إنه ليش وين رايح. الوالدة ما درت ليش وين رايح. سألته عدة مرات ما جاوبها، سألته عدة مرات، آخر شي قال لها إلا أقولك أنا رايح الوطني، رايح للشعب، رايح لأخوتي، رايح البلدي. اتصلت آخر اتصال بي، خابرنا أنا وببيته. كان يقول يوم أنا هياتني، أنا الأربعاء كنت يمه، يعني طبعا كنت يمه، وكان ضغطي صاعد كلش العالي والواطي، وداني عند الطبابة وقاسوا ضغطي وطوني مدرر. قال له أحمد هاي أمك ترى كلش تعبانة، روح وياها. قال لي لا أنا، قال له إيش؟ قال له الصديقة، قال له لا ما أروح أنا، أنا انطيت عهد لنفسي آخر واحد أطلع من التحرير. هو كان خلوق، كلش خلوق، كلش حباب، صاحب نخوة، صاحب غيره،
وقال لهم القرايبة أني أستشهد، أني حستشهد. من راحت أختي آخر يوم الأربعاء قالها بعد ما تشوفيني أني حروح، بعد مني الشاقة وياك مريم، من يحكي وياك أني رايح. قالت له وين رايح؟ قالها ها هنا. يوم الأربعاء كان بوقتها أخويا خابر ماما، إجا خابرها وهاي تواصلنا وياه، رحنا له وقتها يوم الأربعاء، رحنا للتحرير وقفنا يمنا. ماما كانت شوية تعبانة، راسها يوجعها ضغط، وهاي تعرف إنه مرة كبيرة بالعمر ومو مال يعني إنه تظل ساعات بالتحرير. ماما امشي، قالت لا الا اخذه وياي. ماما تمشي يا عيني ما بيه شي، هو يقولها يوم ما بيه شي، انا هياتني واقف يمك بسندك. وهاي بعدين راح يوم نمنا، قعدنا ثاني يوم خميس، كانت هي صايمه ما تدري، لان هي دام اثنين وخميس الصوم امي ما تدري. انا كنت بوقتها نايمه ما مستوعبه الفكره، قعدت غفله هيجي. ماما قامت تعيط، تعرف والده ومن حقها، وابنها ضاع من ايديها بسبيل الوطن. بعدين سمعنا خبر احمد انه استشهد، حكيت وياه قبل دقائق، بالخمسة إلا خمسة حكيت وياه، كان يقول يوم أنا هياتني كل شيء ما بيه. هو أثاري بالأحرار رايح، صايرة معركة بالأحرار، إطلاق نار، ودي يعالج هذا الولد اللي مصاب، عالجه بس صعد رأسه هيجي جت الطلقة بزردومة، طلقة نار حية كتلته لابني. حسبي الله ونعم الوكيل، ما أقول غير شيء، حسبي الله ونعم الوكيل على قتل ابني وحرمني منه. حسبي الله ونعم الوكيل، بس أنا أريد حقي، أنا لازم أريد حقي منهم قتل ابني، أنا لازم أريد حقي منهم قتل ابني. أنا دم ابني ما متنازلة أنا للموت، للموت ما تنازل عن دم ابني أبدا. أريد الكتل ابني يراوي، أنا يقولوا لي هذا كتال ابنك. لحظة استشهاد أخوي أحمد كانت بالنسبة لي صدمة، كلش صدمة، يعني صدمة كبيرة. يعني أنا مثل ما قلت لك إنه أنا صغيرة وقريبة عليه، وأنا وياه كل شيء، وقبل لا كان قبل لا يطلع أصلاً حتى يقول لي مريم مش رايدة، قبل لا أروح مريم مش رايدة حبيبتي قلبي عمري، ومن هاي السوالف تعرف إنه أنا قلت لك مو بس أخويا، صديق هماتين كل شيء بالنسبة لي. عندنا طلقة استشهادة، خبر ماما خبرته ساعة بالخمسة وإلا عشرة، بينما كمل الاتصال بالخمسة. ماما أنا ما بيه شي، كانت بيبيتي قاعدة ويانا، ماما أنا ما بيه شي، الحمد لله والشكر. ماما أكلت أنت؟ ماما شربت أنت؟ أي ماما أنا شربت وماكل، وإحنا ما كنا ندري بيه، ماكل شارب نايم قاعد وياهم، ما وياهم ما كنا ندري أصلاً، ما كنا. اتصال هاتفي من جماعته، قلت له، قالوا لي خاله بالخمسة الا هاي، كان يقول لي خاله اقول لك وين ابوه؟ قلت له انا ما عندي ابوه، هو يتيم الاب. رد علي قال لي وين اخوه؟ قلت له انا اخوه بالشغل يعني بالمحال، شو تريد؟ قال لا على بختك خاله، ايش تقولين انتي؟
يعني شلون ما اعرف يعني ما يعرف شلون يعبر لي ويقول لي، ما يعرف الولد يعبر لي ويقول لي، يقول لي ابنك استشهد شلون، كان يقول لي انا لله وانا اليه راجعون، خاله ابنك ترى استشهد. أنا من قال لي هيجي بعد تدري أم والده فقدت، ما عرفت إيش أسوي، ما خليت المستشفيات، قال لي بالمستشفيات بس ما قال لنا بيا مستشفى أول بداية، ما خلينا الطيب النعمان الكسور رحنا عليها ما لقينا، بعدين لقيناه بالجملة العصبية إنه ذابي، ولقيت ابني بالجملة العصبية مضروب إطلاق نار. وهذا اللي يريد وطن، يقتلوه يقتلوه ويهينوه، حاروا سووا بولدنا، ولدنا كتب صاحبين نخوة، ولدنا صاحبين غيرة، ولدنا هذا العراقي جوي ما أدري مين علينا، شنو ذنبنا شنو ذنبنا، ليش ربينا بدمع العين وما جرت هيك يروح بلحظة؟ أي شاب هواية من أحمد، هواية من أحمد، شلون شلون يا بشر ما يحن قلبكم علينا؟ مو سرقتونا، مو هنتونا، سرقتونا بعشت يدوم من عندنا، كل شيء لكم صار، من العدم للوجود اجيتوا، من العدم للوجود، بس أقول حسبي الله ونعم الوكيل. ماما قامت تعيط تصيح، اني في لحظه انه صياحها وعياطها اني نزلت قلت لها ماما شبيك، بس اهدي اهدي، طيتها مي، قلت لها ماما بس انطيني شويه بس خل افتح من عندك قولي لي شنو، قالت لي اخوك مات بهاي اللحظه، اني ما قدرت تخيل يعني انه اني طلعت بالشارع ما مستوعبة انه اخويا ما مات، يعني مات قبلها، قالوا لنا اخوكم مستشهد وراح، هم بساحة التحرير، هم بساحة التحرير قال راح، وبعدين دورنا عليه ولقيناه وصار اللي صار. بس اني مشكلتي انه اخويا يعني هو من ديري طالع للتحرير، ليش هو قتله يما اخوته، يريدون حقوقهم، يريدون وطن، يريدون اسره، زين ليش قتلوا اخويا؟ اني هذا اريد استوعبه وافتهمه، لان اني لساتني ما مستوعبه موتة اخويا، اني منصدمه. ايش اقول لك بعد؟ فراق اصعب. هما ميليشيات، هي الدولة حكومتنا ميليشيات، ميليشيات هي ميليشيات، الدولة مالتنا ميليشيات، كل من إلى حزبة، كل من إلى حزبة، كل من إلى حزبة، وإحنا ما انتمينا لأي حزب الحمد لله والشكر، ما انتمينا لأي حزب، وأنا مستعدة حتى أني أروح بالتحرير وأدافع عن وطني وعن بلدي. احنا ضايعين ضايعين، ضعنا احنا ضعنا،
وشنو ابني ليش راح على مود الوطن مالته؟ غير ماكو امان، ماكو امان، امان ماكو بالبلد. احنا عندي حساب، هذا حسابه عسير ان شاء الله، لانه الخاطر امه والخاطر خواته، دمعة والده ودمعة الاخت تحرق القلب. انا هسه من بكيت تخيلته هو واقف قبالي، بس دا ابكي عليه واقف قبالي، يعني اتخيل اي شيء بس تخيلته واقف قبالي بس ابكيت عليه. هو دائما يشوفني بالسوق ويشاق وياي، ها خاله شفت ليش ما تجينا؟ اقول الله كريم، بس اقول له الله كريم، اقول اسلم لي على اهلك هذه، اي ها هي هذا اللي اقول له. بس اقول له للقاتل يجي يوم، وبشر القاتل بالقتل لو بعد حين، لو بعد حين، والله كريم. أهم شيء يقول الوطن مالتنا إحنا كان بباله هذا، وهو يعني يشتغل كاسب هنا وهنا، بزق من شغلة اشتغل صباغ واشتغل عمالة واشتغل سقوف ثانوية، والعفو اشتغل بالخرفان والطليان، واشتغل بقال بالسوق، بزق مل 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 من هاي الحياة مل. راد يتزوج نخطب له، ما عنده مادة إنه يتزوج، ما عنده فلوس، وأي اللي أخطبها وأي اللي أروح عليها تريد وظيفة، عنده وظيفة، هو ما عنده وظيفة، هو ما عنده لا حول ولا قوة، يشتغل 2000 3 4 5. أحمد فقير مسالم، كل السوق يشهده، كل الدنيا تشهد، هاي العظمية منطقة العظمية كلها تشهد له، كلهم يحبوه، وحتى بالتحرير هم اللي أكثر شيء اللي جو بالتحرير والعظمية، والدنيا كلها انقلبت عليه، حتى من الخارج من برا يخابرون عليه، يردون من موصل خابروا عليه تليفونيا هاتفيا وخابرون عليه، يا بس شنو الأسباب وليش انقتلوا، شنو الأسباب. أصدقاء كانوا يحبوه، يردون خاطره، ما يتعارك، يتفاهم، ما ياخذ الشغله بعياطه ولا بصياح، يتفاهم، يجي الانسان يتفاهم وياه، يعرف هو شنو ويحل مشاكله. اصدقاء بس يخابروا، يوم اصدقائي شلون ما اروح لهم، عركه مشكله صارت، اصدقائي منطقه جيراننا، هو جيراننا يحجون يقولون الله يحفظ لك، الله يحفظ لكم اياه، خوش ولد من اهل الله، ان هو يعني ناس يروحون للسوق مال العظميه، يعني هو شغلته كانت بالسوق مال العظميه اكثر شيء، يعني ياخذ 5000 باليوم، 10000 يقول نعمه الله الحمد لله والشكر انا اخذت هالفلوس. طلع احمد رايد وطن، ضايع وطنه، ضايع وطنه، يريد يصير اب، يريد يسوي له بيت، يسوي اسره، يريد وطنه، يريد اخوته، هذول ليش دا يستشهدون؟ شنو ذنبهم؟ هو مسعف، هو دا يسعف، هو ما راح هيك، دا يسعف، دا يسعف واحد بس هيك سوى انضرب، بس سوى هيك انضرب، بس ليش قتله؟ ليش؟ ليش هو دا يشوفه دا يسعف ولابس ابيض؟ ليش قتلته؟ شنو ذنبه قتلته؟ شنو سواه؟ شنو جرى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا بدي احكي لك من قلبي، ما بدي احكي لك من لساني، احكي لك من صمام قلبي، لانه اعرف امه تعبت لهم هوايه، امهم من هم صغار تشتغل الى هسه، تشد وتشتغل تتعيشهم تتربيهم، ما تريد احد يسخي عليهم وينطيهم، هي الوحيده الام والاب لهم،
والله يقويها إن شاء الله. العظمية كليتها وياه، حتى طببوه للسوق يعني شو تقول لواء، شو تقول وزير، شو تقول يعني رئيس وزفوه هيك. والحمامة بالنص قاعدة، حمامة البيضة بالنص قاعدة، والعالم كله متعجبة على الحمامة، قالوا هاي معجزة، هاي معجزة، هاي مو حمامة، هاي معجزة. عجبا روحها، عجبا أحد، الله أعلم. أخذ سرة وراح، بس القاتل إن شاء الله لا تهن، لا تهن الخاطر، حرقت هالوالدة. تشيع من أخذوه من الأعظمية للتحرير، التشيع مالته، والدنيا انقلبت عليها، حتى التليفونات انقلبت. من استراليا خار بروني بتخالي باستراليا، هم بالتلفزيون شافوا يعني، ما خابرناهم احنا، وسمعت الخبر وخابرتني هناك. قالت لي صدق؟ قلت لها ايه. قالت ايه، وشفنا احنا صورته بالتلفزيون، طلع شلون ضربه القناص، قناص ابنك. انا كنت منتظرته حتى كنت قايلت لانه حتجيب ولد ان شاء الله، بس شغلت انه اخوي يعني خسره، وهو يعني يعني احنا بوقتها كنا دارين نخطب له، قال ماما انا بعد تعبت ما اريد، اريد تخطبيني، اريد اشوف اسره، اشوف عائله، انا على مود اختي الصغيره، اختي تريدني اشوفني فرحان، اختي تريدني اشوفني عريس قدام هذول العالم كلها، الزوجة ونفرح بيه، بس انا ما كنت متخيله اخوي يستشهد، ما كنت متخيله يعني انه اشوفه بالفست بالقميص بالرباط، اشوفه بالسترة مالته. زين هو كان متحضر جايب سترة ورباط، بعدها لساتها موجودة. نتذكر هسه احنا هذا رمضان هو كان يجيب لي المسواق، يجيب لي الاكل، اقول له ها حمودي، يقول اي اي يوم لا تطلعين انت، انا اجيب لك مسواق، حتى اللي يجيب الكباب المشوي، الدجاج المشوي، التكه المشويه، يوميه شكل يجيب لي ينوع لي. ايه زين، حتى يجيب الشرابت الله يرحمه، جماعته كلهم يحبوه. ونوبات ما يفطر، يقول يلا افطري انتي، انا افطرت، يقول لي، يقول ما طول انتي فطرتي انا افطرت. ها هي وهذا الفطور، دائما على الفطور هي تبكي، تريد ابنها، ابني ليش قتلوه، ليش هيك سووه. وحتى رادت قران جاب لها، قالت لها اريد قران يحكي، عدن جاب لها قران، قال لها يوم هاي تقرين بيه، هاي انا جبته الك، عدن قامت تقرا بيه، بس الله اخذ شيء وانطاها شيء، انطاها قران تقراه. كل شيء عندنا مستلزمات الحياه عندنا، هوا دنشتمه، قاعده دنقعد، بس هو ما موجود. كل رمضان كل قعدتنا كان هو ويانا، لا هذا رمضان ماكو. ليش ماكو؟ لان كتلوه. ليش كتلوه؟ هو مسالم، مسالم طالع، لا شايل سلاح ولا شايل قاذفة ولا رمانة ولا من هذن الأشياء كلها، الأسلحة كلها عندنا، بس المشكلة إنه هو بس شايل المريول مال الأطباء. دائما دائما يرحمون له، دائما دائما يرحمون ابو نخوه وابو غيره وابو شرف
وعندي جيرانتي أم حيدر وجواريني أم فاتن وأم فارس هنا وبيت أبو علي وبيت أبو زيد وبيت أبو سعد اللي يمي جواريني كلهم هيك يموتون عليه يموتون عليه هو يتلقاهم لأن من يروحون على السوق يتلقوه يقولها خالة إيه جيبي أنا أجيب لك لحم أحسن لحم ليش جيتي أنت وصخريني إني أنا أجيب لك قبل ما أنت تحكي احكي قولي يركض قبلهم يركض قبلهم يركض لهم إلهم كلهم للجوارين كل الجوارين يحبوه يموتون عليه والله أنا أريد حق ابني دمحة دم ابني أريده أنا دم ابني أنا أريده للموت لما يخسلوني عالسدية أنا أريد حق ابني ابني لا حول ولا قوة لا بدا سلاح ولا كتل أحد ولا ضرب الحمايات ولا ضرب أي منشئ أو أي يعني على الدولة وعلى شيء ما أذى الدولة هو مسالم حتى بأمريكا طلعون مظاهرات سلميين ابني مسالم ابني راد حق من حقوقه ومواطن بالعراق ما راد فشي فتشي يعني يأذيهم ما أذوهم ما أذاهم ابني ابني بس هم ما أذوه هم قمعوه هم كتلوه ضربوا طلقات عليه نار دا يسعف ولد على الأحرار وهم كتلوه الابني أنا أريد حق الابني أريد دم الابني ما يروح يشهدر أنا ما راح أملك من كتلة وما راح أجيب منه ذول الكتلوه أبد حتى إذا أجاوب لساني فهم ناس جبناء فشلة يعني أنت تريد تقتل غير تجي أنت بمقابلة تقتله لو من بعيد ضربه مو من بعيد تجي وجه لوجه شو مسوي أخوي أخوي ما مسوي شيء أخوي جاي دا يقول لك أنا دا أعالجهم ليه تضربهم مو هم خطية مو هم أخوتي ليش يعني ليش؟ طبعاً افتخر بابني أبوه راح شهيد وهو شهيد الثاني وإذا يريدوني آني وكل عائلتي أنطيها للوطن مو بس ابني كل عائلتي أنطيها للوطن بس أنا خسرته بس عند رب العالمين ما خسره لا شهيد راح شهيد ابني راح بطل ابني مو متخاذل لا مو ابني كتل بخفية كتل أحد لا ما هم كتلوه بخفية هم جو وقنصوا عليه وكتلوه ورموه ودبوه بالقاع وجابوا لي خبره أنا أم ربيت يتيم هالقدوته عفى أبوه صغيروني عفى أبوه راح وأنا ربيته تعبت عليهم كل شي سويت كل شي اشتغلت بحيث أربيهم وأكبرهم وأحسن تعليم أسويهم وأسوي براسهم خير كلمة أخيرة أني أقول أريد دم أخويا وللموت أني أظل أريد دم أخويا وأني راح أرجع للتحرير وأروح مكان أخويا وين كان وخلي شي يصير خلي يصير اللي يريدوا يسووا خلي يسووا زين ضربوني ضربوني بس ما لهم حق يعني ما سويت لهم شيء، أنا جاي قاعدة الظهر ليش جاي يضربون؟ عندي عداوة وياهم كاتلينهم شخص زين؟ عندنا الحكومة ما لها شغلة بينا، قتلنا ضربنا صار بينا شيء متنا حكومة ماكو شعب متدمر حكومة ماكو شعب متدمر على أي أساس إحنا نحكي ونقول بس شو اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل